يقول: أصحاب القبور في بلادنا يحتجون بالصلاة في المساجد التي فيها القبور بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي ليس فيه قبر والحمد لله، مسجد النبي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه قبر ولم يبنه على قبر، ولكن لما توفي صلى الله عليه وسلم دفنوه في بيته خارج المسجد، دفنوه في بيته خارج المسجد. لماذا دفنوه في بيته؟ خوفا من الشرك. قالت عائشة لولا، قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فهو دفن في بيته محافظة عليه من أن يجعل عليه مسجد أو يعتقد فيه، نجل محافظة عليه. وبقي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته خارج المسجد في خلافة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والقبر خارج المسجد في خلافة معاوية رضي الله عنه، إلى أن جاء وقت الوليد بن عبد الملك. حتى في وقت عبد الملك بن مروان ما كان فيه، لم يدخل القبر في المسجد. لما تولى الوليد بن عبد الملك أراد أن يبني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يوسعه، فأدخل الحجرات في المسجد، أدخل الحجرة في المسجد اجتهادا منه، ولم يوافقه العلماء على ذلك، وإنما هذا شيء فعله الوليد برأيه بدون مشورة أهل العلم وبدون إقرار أهل العلم لذلك. فالقبر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. فاللي يقول ان المسجد الرسول فيه قبر هذا مغالط ولا يعرف التاريخ، اما انه لا يعرف التاريخ واما انه مغالط ويريد التلبيس على الناس. نعم.